أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة عنوانها الثورات والانتفاضات عبر العصور بحضور دكتورة زبيدة عطا والدكتور محمد عيسى الحريري. احنا في وقت الثورة وهنتكلم عن محور مهم قوي عن ثورة 25 يناير، لكن عشان نأصل هذه الثورة لابد أن نعود إلى الوراء، فنبدأ بمصر القديمة وكيف حصلت انتفاضات واحتجاجات، ثم مصر الإسلامية يعني عبر الدولة الفاطمية والدولة المملوكية، ونصل إلى التاريخ الحديث. وفي التاريخ الحديث يعني تتبع هل كانت هناك احتجاجات أم ثورات. هنتكلم عن الثورة العربية، وخدنا نموذج لإنسان يعني يعد من أهم المستنيرين وهو الشيخ محمد عبده، كيف صار في الثورة العربية، ثم نتحدث عن ثورة 19 والانتفاضات والاحتجاجات التي حدثت بعد ذلك وثورة يوليو، ونعرج أخيرا على ثورة 25 يناير أبعدها إيه، إلى أي مدى يمكن تسجيل تاريخها. ونحن الآن كعاملين في المجال الكتابة التاريخية بنرصد، لأن لسه النتائج برضو ما قدرناش نوصل لها. هنشوف طبعا الإيجابيات، دايما بنحط ميزان نشوف مدى الإيجابيات وهل هناك سلبيات، وأنه كفاية اللي بتقدر يعني تجيب نتيجة أكتر. وأخيرا بنصدر الحكم، أو الحكم بمعنى أصح مش هيكون حكم كامل، لأن التاريخ هو اللي بيقول حكمه بعد كده. طبعا ثورة مصر العظيمة اللي كانت في 25 يناير، هذه الثورة بعثت فينا الماضي وعظمة الشعب المصري في القيام بثورات في الأوقات المناسبة لكي يحصل الشعب المصري على حقوقه. وهذه الثورة ثورة عظيمة وجاءت مفاجئة لكل العالم، فالكل كان يتصور أن الشعب المصري يرضخ لما هو فيه من أمور بالغة السوء، ولكن الشعب استيقظ ونهض من نومه لكي يقوم بهذه الثورة العظيمة الرائعة. وكان علينا لجنة التاريخ بوزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، قررت أن تسترجع الماضي وتعود إلى هذه الثورات والانتفاضات العظيمة التي حدثت في مصر عبر العصور، وجهزت لهذا هذه الندوة الكبيرة التي تتناول الثورات في مصر في الفترة أو في الفترة منذ دخول الإسلام إلى مصر وحتى مطالع العصر الحديث. في مقولة إن الشعب المصري طول عمره يعني لا يقدر على الثورة وتملي خاضع، دي كانت صورة حتى أستاذنا الكبير جمال حمدان قال المصري متعود إنه ياخد بالكرباج من الفرعون للباشا، ولكن الحقيقة إن المصري إحنا بنأصل عبر التاريخ لم يكن يرضى بالهوان. صحيح هو إنسان وسطي، ولكن مع الوقت بنلاحظ إن لو زاد الضغط عليه أو زاد السوء عليه بينفجر في ثورة عارمة ضد من يسومه الإهانة والاضطهاد. الندوة ناقشت شخصية المواطن المصري بين الماضي والحاضر، وكيف استطاع أن يبهر العالم بثورة سلمية أذهلت العالم بأسره. إنجي خالد، لنهارك سعيد.